إذن وصل الشيخ محمد بن زايد الهيان ولي عهد أبو ظبي إلى العاصمة التركية أنقرة تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن المقرر أن يبحث الشيخ محمد بن زايد خلال هذه الزيارة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية. معنا من أنقرة مفدنا جياب أبو صفية، ومتابعة لهذه الزيارة والمباحثات التي تجري بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس أردوغان. نعم، من المفترض أن تنتهي في أي لحظة من الآن هذه المحادثات الثنائية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أن يكون بعد ذلك سيشهدان على توقيع عدد من الاتفاقيات. باتت القاعة جاهزة هنا وتم إحضار الصحفيين أيضا، وهناك اهتمام كبير جدا من قبل الصحافة المحلية التركية التي تتواجد بأعداد كبيرة في هذه القاعة لتشاهد عمليات التوقيع التي شاهدنا أيضا عددا من هذه الاتفاقيات. سنعرف ماهية هذه الاتفاقيات في الدقائق القليلة القادمة. نتحدث عن تعاون في مجالات عدة، منها الاقتصادي وأيضا الاستثماري. هناك عدد من الاتفاقيات الاستثمارية التي ستقوم تركيا بتسهيل عمليات الاستثمار من قبل دولة الإمارات في داخل جمهورية تركيا. أيضا نتحدث عن تعاون تجاري، نتحدث عن تعاون في مجال التبادل التجاري بين البلدين. أما على الصعيد السياسي، وهذا ما ينتظره الكثير من المراقبين وأيضا الصحفيين فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، القضايا التي لطالما كانت محطة خلاف في السنوات الماضية. هنا الحديث عن حوار بين الطرفين، عن تغيير هذه اللغة وتتويج هذه اللغة الجديدة والحوار والصفحة الجديدة بين البلدين من خلال هذا اللقاء، وأيضا من خلال هذه الاتفاقيات التي سنشهدها بعد قليل أو بعد دقائق من الآن في هذه القاعة في داخل قصر الرئاسة التركية في العاصمة التركية أنقرة. شكرا جياب أبو صفية، مفدنا إلى أنقرة.